لا بقى يا شباب من الكيرف، احنا خدنا الهامري ايه الابروكسيميشن كيرف اللي هو اول حاجه البازر كيرف بتاعي ده اول شكل. ايه انا عندي هنا الشكل اللي قصادي ده اربع نقط، تمام؟ احنا عارفين الابروكسيميشن مش هنمر بنقطه بي 3 ولا بي 2، تمام؟ فايه فلازم الشكل بتاعي يبقى ايه، نفرض هنا بقى ان بي 2 اهي وبي 3 هو ما مرش بيه، بس هو لازم بيمر بنقطة البداية وإيه ونقطة النهاية. ده بالنسبة للابروكسيمتيشن. افرض إن عندي الأربع نقط دول أنا عايز أرسم الشكل بتاعهم، تمام؟ إيه أنا عندي المعادلة إيه قصادي هنا أهي، دي المعادلة بتاع الابروكسيمتيشن اللي هبدأ أعوض بيها. إحنا عارفين بقى إن التي بزيرو تديك أول نقطة، تي التي بوان هتديك إيه آخر نقطة. طيب هنا طب لو عملت اي لو عملت فرضت تي باي قيمه، عمر الاثنين دول ما يطلعوا بواحد، على عكس الكيرف الايه الهيرميت دول عمرهم ما يطلعوا بواحد. لو طلعوا بواحد يبقى مر بيهم، ممكن يمر بيها بواحد بس ما يمرش بالتاني، بس هو اللي عمرها ما هتطلع بواحد، تمام؟ عوض بقى نقطه عمرها ما هتدي معاك ايه، ما هتديك واحد خالص. طيب احنا كنا بنيجي نعمل ايه عشان احل اجيب ميل الخط ده، ميل المستقيم ده، كنا بنعمل بنجيب المشتقة الأولى مثلا أو ذا الزاوية، المشتقة الأولى لو كان إيه فانكشن، بس دي مش فانكشن زي ما إحنا شايفين المعادلة هي مش فانكشن، ده بتبقى نقط. فعشان تجيب الميل بتاعه هنا بيبقى معدل التغير اللي هو الديفرنس ما بين النقطتين، بي 4 ناقص بي 3، بي 3 ناقص بي 2، ماشي؟ يبقى الميل ما بين أي نقطتين هو الإيه الديفرنس ما بينهم، تمام؟ يعني مثلا هنا لو عندك عايز تجيب الميل لأي مستقيم فيهم بتجيب الديفرنس بتاعه، تمام؟ هو هنا عامل أربعة كنترول بوينت اللي هو بي 4 وبي 3 وبي 2 وبي 1، ممكن أنا أخليهم خمسة، ممكن أخليهم ستة، ممكن أخليهم 1000، برضه إيه هو مش هيمر غير طبعا بأول نقطة وآخر نقطة بس، إلا لو صادف ومر بنقطة في النص. ده كان مفهوم الإيه الابروكسيمتيشن. طبعا زي ما إحنا شايفين في المحاضرة هنا، بصوا هنا ده مثلا شكل هو برسم بيه الابروكسيمتيشن بتاعي عشان اكتب حرف البي. فهنا مثلا افرض هو كذا نقطه طبعا كتير زي ما احنا شايفين، بس هو بس ايه بيشرح يقول لك ان النقط ان التانجنت ده اللي هو الايه دي اللي هو المشتقه كلمه التانجنت دي، تمام؟ اللي هي الفيرست ايه المشتقه الاولى الفيرست دي ديريفيشن، ماشي؟ إيه في اشكال. المهم يعني ان هو بيعمل بيه ايه، بيرسم بيه عادي. يعني مثلا انت لو عايز ترسم شكل زي اللي قصدنا ده، تمام؟ عبارة عن كام نقطة؟ شوفهم كام نقطة؟ انت عندك المعادلة بتاعتك، المعادلة بتاعتك ايه؟ انت عندك ايه؟ احنا المعادلة اللي احنا كاتبينها دي 4 بوينت، بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4. طيب كام نقطة بقى عندي؟ هعد النقط اللي عندي كلها وابدأ ايه؟ اكمل المعادلة بالطريقة دي، فبخرج معاه في الآخر ايه؟ اللي هي النقطة زي ما قلنا البي تي، النقطة اللي هي بالاكس والواي، الاكس ازاي واي ازاي، زي ما قلنا هنعوض بالتي، هنعوض بالاكسات بتاع البي 1 بي 2 بي 3 والواي بتاع ايه بي 1 بي 2 بي 3. يعني انا هنا مثلا بي 1 اهي، بي 2 بي 3 بي 4 دول النقط بتاعتهم، هعوض بقى هنا هبدأ اطلع ايه الاكس واطلع الواي وابدأ ارسم النقطة وارسم الايه الكيرف بتاعي بحيث انه يديني شكل. ففي ايه في اشكال كتيرة، ماشي؟ دي كلها اشكال مرسومه بيها، مثلا تراينجل، تراينجل جنب تراينجل، يعني اما احط مثلث جنب مثلث جنب مثلث جنب مثلث هيبدا يديني شكل زي ما احنا قصدنا كده، او يديني شكل زي اللي هو الارنب ده، او لو مستطيل جنب مستطيل يديني مكعب في الاخر. هو ما هو عباره عن لاين 1 دي مرسوم في 2 دي، تمام؟ اداني 2 دي في الاخر، حطيت 2 دي جنب بعضه عمل شكل سوليد، اداني 3 دي. كل ده بالنسبه لايه؟ انك تصنع ايه الحاجه بالمعادله، ماشي؟ تمام. ايه طبعا هنيجي اللي عشان ارسم شكل زي الشكل الكبير اللي قصادي ده، النقط مثلا ممكن نفرضها على هيئة ايه ماتريكس زي دي، ماشي؟ مصفوفة زي دي. المصفوفة اللي قصادي ديت ايه عبارة عن ايه، بتتقسم لثلاث حاجات. اول حاجة جيومتري ماتريكس، جيومتريك لو فاكر كنا قلنا جيومتري دي اللي هي النقط اللي هي الفيرتكس، ادي ده اسمه جيومتريك ماتريكس، ده اسمها البيزك ماتريكس، دي المعادله الايه البيزك. انما دي الفيكتور بتاعي بقى لو في اللي هو الفيكتور اللي هو عشان ما يبكسلش وكده، ده الفيكتور بتاعي اللي انا برسم التي اللي هو ما بين 0 ل 1 بفرضه هنا. ديت انا عايز اخرج من هنا على اربع نقط، نفرض ان احنا عايزين نرسم الشكل ده بالمعادله دي، اربع نقط. ادي الاربع نقط برضو بتوعي هم، هعوض عن كل قيمه اكس والواي هنا، تمام؟
ايه، وجيت هنعوض بالبيزك ايه ما فيهاش اي حاجه، هنعوض بقى عن التي بمثلا بنص، نبدا نطلع معادله. طبعا اي المصفوفه هنا 2 في 4 ديت 2 في 4 زي ما احنا شايفين، وديت 4 في 4 وديت 4 في 1 تمام. ادي الاثنين، الاثنين في 4 الناتج منها هيبقى كام؟ ديت الاثنين في 4 وديت الاربعة في 4، احنا هنكتبها نفهم. ماشي، ادي 2 في 4 وهنا ادي الاربعة في 4، يبقى الناتج بتاعي في كام بقى؟ الناتج بتاعي اهي، ادي الاربعة اهي فعلا اهي، يبقى تنفع تنضرب خلاص، يبقى الناتج بتاعي 2 في 4، يبقى الاول بتاعي 2 في 4. طب هنا قلنا ديت عبارة عن 4 في 1 تمام، ودي قلنا ايه الناتج بتاعها 2 و4، 2 في 4 يعني. طيب يبقى الناتج ايه؟ 4 اهي، يبقى الناتج بتاعي عبارة عن ايه؟ مصفوفة 2 في 1، يبقى ده فعلا الناتج بتاعي. شوف لو مثلا لو عايز انا اغير في الشيء، في اغير في شكل الكيرف بتاعي، شكل الكيرف ما يطلعش بالمنظر ده، عايز اغيره يبقى اغير في معادلة البيزك زي ما قلنا، دي البيزك ودي الفيكتور وديت الجيومتري. طب ده لو عايز اغير بالنسبة ليه؟ لشكل الكيرف. طب لو عايز اغير في الجيومتري يبقى خلاص اغير في النقط ذات نفسها. ماشي، الاربعة بوينت ممكن اخليهم 10، ممكن اخليهم 20، ممكن اخليهم 1000 عادي، المهم في النهاية هيوصل لي في الاخر ان الاوتبوت بتاعي هيطلع ايه؟ اتنين، هيطلع عبارة عن كام؟ إيه اللي هو 2 في 1 زي ما قلنا. ماشي، لان مثلا افرض انها 7 بوينت، يبقى دي هتبقى عبارة عن 2 في 7. طيب ديت دي هتزيد، هتبقى 7 في 7 عشان 7 نقط، يبقى 7 في 7 ديت هيبقى 7 في 1 طبعا. 1 تي اس ايه، تي اس 2، تي اس 3، تي اس 4، تي اس ايه لحد ايه، تي اس ايه عشان اجيب السبعة بتوعي، يبقى ايه 7 في 1، فهتطلع نفس الكلام 2، 2 في 1 تمام. دي بالنسبة لأن أنا لو عايز أخرج بوينت عندي. ثواني، إيه هنا الشكل اللي قصادي ده يا شباب؟ ده شكل عادي مرسوم إيه، 5 بوينت أهو، بتبقى كل حاجة برسم طبعا بالمعادلة، إيه كل بوينت بوصل التانية بالتانية بالتالتة بكده، بيديني سيجمنت في سيجمنت سيجمنت بجزاهم مع بعض يديني كده. بقول لك برضه لو عايز ترسم الكيرف بتاعها بتقسم كل سيجمنت لتلاتة، يعني ايه هقسمها تلاتة سيجمنت تمام، ادي 1 2 3، هقسم دي نفس الكلام تلاتة سيجمنت، وهقسم ديت تلاتة سيجمنت، وديت نفس الكلام تلاتة سيجمنت، هبدأ اوصل كل ايه حاجة ببعضها، دي متوصلة بدي، هنا هبدأ اوصلها بالنقطة دي على طول، مش هتمر بالنقطة دي. ماشي، هنا اهي، هنا اوصلها بالنقطة دي. ماشي 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 ماشي، ده الشكل بتاعي في النهاية اللي هو ايه زي ما خرج، ما خرج بالطريقة دي هيبقى شكله عامل ازاي؟ عامل مثلا كده اهو، كده 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 تمام، ابروكسيميتيشن برضه تمام، ما مرش طبعا بالنقطة ديت ولا النقطة دي ولا النقطة التانية دي تمام كده.